السلام عليكم يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ شخباركم؟ طيبين إن شاء الله. اليوم يا جماعة الخير رجعنا لكم مقطع جديد، بس قبل ما نبدأ في مقطع اليوم يا جماعة الخير الله يعطيكم ألف عافية. المقطع اللي فات كان هو المقطع 1/10، المقطع اللي قبله كان مقطع 2/10 بالترتيب، يعني المشاهدات والناس اللي قاعدة تنشر بشكل مرة كبير. والمشتركين الجدد أهلا وسهلا فيكم، بقيلنا شوي ونوصل 100,000 متابع داخل القناة. عدنا في الاحتفالات مرة جبار، على قناتي القديمة يعني وصلت 100,000 200,000 300,000 ما سويت أي احتفال. أصلا كنت عارف إنها بتتقفل، يعني لو إني أنا أصلا ذكي يعني فهمت دريت إنها بتتقفل. ما علينا يا جماعة الخير، أول شيء شكرا على الكومنتات الإيجابية. شيء ثاني شكرا على الناس اللي تضغط على زر اللايك وتشترك في القناة. وشيء ثالث شكرا لكل شخص جاني في حساباتي التواصل الاجتماعي سناب إنستغرام تويتر، كل مكان قاعدين تساعدوني في حل الوحجيات هذه. عاد قبل ما نبدأ في مقطع اليوم بسوي تحدي بسيط، كم شخص راح يضغط على زر المشاركة وينشر الرابط ويضغط على زر اللايك؟ واكتب لي تخمينك تحت في الكومنتات متى راح أوصل 100,000 تاريخ جنبها، والفائز راح أسحب، يعني راح أرجع لهذا المقطع وراح أسحب على ما أدري إيش راح يكون كويس ذاك الوقت، بس اني راح اسحب على شيء كويس. المهم مقطع اليوم بكل اختصار كان متعب بشكل لا يوصف. كيف أسامة متعب مقطع اليوم؟ يا جماعة الخير والله العظيم اني مشيت مشي كثير يمكن ما قد مشيتها في حياتي كلها. والشيء الثاني قعدت في السيارة ما يقارب فوق 12 ساعة. والشيء الثالث مقطع اليوم صور على جزئيتين، يعني احتاج يومين للتصوير عشان نقدر نحل المسألة هذه. كفون يا جماعة الخير على التعب هذا، اضغط على اللايك واشترك، والله باقي شوي على 100,000 متابع، اشترك. طيب أسامة وش صار معنا في الحلقة السابقة؟ جت معنا الله يسلمكم اللي هي فلاشة وقطعة كيبورد. كثير منكم جاني في سناب أسامة 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 كفاية أسامة اشبك الفلاشة نبغى نشوف ايش داخل الفلاشة. والله واخوكم في الله مرتاح، من اول ما نزل المقطع وخلص مونتاجه على طول بدا تصوير المقطع الثاني. اول ما دخلت فلاشة جاني اشعار يقول ان هذه الفلاشة مؤمنة. وش معنى مؤمنة أسامة؟ يعني الشخص صاحب الفلاشة هذه حاط رقم سري على الفلاشة هذه. والله واطول في التفكير وابحر في التفكير بشكل مرة كبير، واتصل على الشباب في ديسكورد ونقعد نفكر ما يقارب ساعتين. في البداية قلت اكيد انه حاط الرقم السري اسمي، ودخل اسمي وتطلع خطا. بعدين جتني فكره ثانيه قلت ممكن رقم جوالي راح يكون الباسورد، ودخل رقم جوالي ويطلع خطا. بعد محاولات كثيره وتعداد كثير مره ارسلت للشباب الموجودين في سناب شات اللي دائما يساعدوني، ويطلع لي شخص عمره ما يقارب 11 سنه قال لي اسامه روح للاوراق القديمه وجمع الحروف كلها من اليسار لليمين. والله واروح ادور الاوراق القديمه اللي فيها الخرائط، وادخل اول واحده اللي هي كلمه بانك، بعدين كلمة باركينج، واضغط على زر الانتر وتفتح معاي الفلاشة. اول ما فتحت معاي الفلاشة حسيت اني انجزت انجاز مرة كبير. المهم صار اللي داخل الفلاش كان فيه رقم جوال وكان فيه زي الرمز قطعة الكيبورد، ما ادري وش فايدتها لحد الان. المهم يا جماعة الخير واقوم واتصل على رقم الجوال المحطوط، واحصل رقم الجوال وادخله بجوالي واتصل على رقم الجوال الموجود. ولاحظ مع اول اتصال اللي يرد عليه الشخص السلام عليكم هلا اسامة كنت منتظرك. طبعا الشخص هذا يختلف عن صوت الشخص اللي قبل، بس لحد الان ما عرفت من هو هذا الشخص. قال لي اسامه راح ارسل لك لوكيشن الفندق، واول ما تدخل اطلب البطاقه راح يعطونك اياها، الحجز كان باسمك. كيف؟ اوكي ما في مشكله. وادخل جوجل ماب ويطلع الفندق يبعد عني ساعه و35 دقيقه. والله واشغل سيارتي واتصل على واحد من الشباب موجود هنا وساكن جنبنا، قلت له اسمع لازم تروح معي. قال وين؟ قلت له اكيد شفت اخر مقطع في اليوتيوب. اول ما قلت له كذا تحمس الرجال ومريته ومسكنا طريق الرياض. على دخلتي الرياض الا واكلم بدران وامر بدران واخذه ونوجه على طول على الشق. الصدق انا جمعتهم لاني كنت خايف نوعا ما، قلت هل راح اقابل شخصيات هناك؟ واذا قابلت شخصيات ما راح اكون لحالي، معي اخوياي بدران معضل وهذاك يعني ما شاء الله جسمه كويس، لو صارت مشكله ولا شيء راح يفيدون. والله يا جماعه الخير وادخل الفندق وامشي لين غرفه 106 واضرب البطاقه وافتح الباب وينفتح، ونبحث في الفندق فوق تحت ما بقينا ولا مكان. المهم ندخل الفندق ونبحث فيه بحث مكثف بشكل مره كبير. صدق بيني وبينكم والله العظيم اني تعبت، ونقعد ندور في الفندق ندور ندور ندور، بحثنا في كل مكان، مطبخ حمام الله يكرمكم صاله غرفه كل مكان بحثنا، حتى بين المواعين سوينا اشياء مره كثيره وبحثنا في كل مكان. المهم بدران لاحظ ان في جوا تجوري موجود في الغرفه، قال لي اسامه وش الرمز اللي موجود في الورقه؟ واطلع على طول للسياره واجيب الرمز وادخل الرمز ويفتح معاي الدرج. اول ما فتح معاي الدرج والله العظيم صدق اني هاكر بشكل مره كبير. في البدايه فكيت الرمز حق الفلاشه والحين في التجوري. هنا جاني غرور الصدق اسامه، وقعنا
نقصية كبيرة. والمهم يا جماعة الخير ما أطول عليكم، ونفتح التجوري ونحصل فيه ورقة موجود فيها قبل لكم فيها حلاة. دور ابحث عن كش. لا لا مو لهالدرجة. عرفت شو مقصده؟ ايوه دخل ابحث. اول شيء دور بالصالة، دور بالصالة. دقيقة الحين هو شنو حاطط؟ مكيف ولا طيب دور؟ طيب بسألك الحين، بسألك سؤال، شنو حاطط بالهذا؟ حاط صورة الفندق والغرفة؟ شغل. طيب ما في ارقام؟ كم رقم شاشة؟ اقل شيء اربع ارقام. خمس ارقام. خمس؟ لا شاشة شيء اربع ارقام. دور بالمطبخ، خل حصل مكان كله. الميكرويف، الميكرويف. دور انا بشوف بالغرفة. تبي الربع؟ ها لقيت. تعال 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 تخده. تعال تعال. ها وين؟ ما احس اني بطيح، ابغى اطل في هذا. دور قرطاس. انا قرطاس. تمام. لا 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 تصدر قرطاس سجع. كيف لا؟ ما في الا الكوايا. شوف شنو حصلنا. تجوري. افتح لك اللي تحت اول شيء. اها لا كمل الارقام اللي حاطينها، تجرب التجوري يمكن يضبط. كم كان 1 4 7. دقيقه روح بسرعه جيبها تجرب. ايوه 8 9. اي والله اي والله. دقيقه 1000 2000 ريال. هذا امر ولا هو سلام. اه والله اني قايل لك ان في ضرب. قايل لك والله انه حاطه هو. طيب خلنا نسكر ثمانيه. يلا 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 شي تكفى. لا تقول لي هو زابل. لا يخرب بيت المقسوم اثنين وفي شيء محطوط. طيب لا اي والله تعال قرب. تدير بالزباله هذه اللي هنا. شذ النظام شنو ذا؟ ايوه موقع ثاني. اجل درع وعلم. ها درع وعلم الساعة 7. درع وعلم يعني الساعة 7 مساء. حط لهم حط لهم هني درع وعلم الساعة 7. عرفناها الساعة 7. الساعة 6 تعال خلينا نحط كاميرا. فكرنا بعد تفكير عميق طلع اللي داخل الورقة المقصود فيها اللي هي منطقة الدرعية والعلم، وموجود الساعة 7 بي ام اللي هي الساعة 7 حكم او الساعة 7 مساء. والله ونطلع على طول كانت باقي ساعة ونص اتوقع او ساعتين ونوصل للمكان. كان يبعد عن الفندق ما يقارب 40 دقيقة، يعني لو تجمعون مشوار السيارة توقف سيارة مشت حوالي 250 كيلو 300 كيلو خلال مشوار واحد. والله وندخل وندور دوران. تعبنا تعبنا يا جماعة الخير، في كل مكان قاعدين ندور. بحثنا في كل زاوية، في كل حد، كل زاوية حرفيا في كل مكان. والله العظيم بحثنا في كل مكان. المهم وصلت الساعة 7 إلا قال لي بدران أسامة شكل الموضوع عند العلم. والله ونروح عند العلم الكبير. بيني بينكم العلم الكبير كنت أشوفه والله إنه كان مخيف. علم كبير مرة مرة جاء في راسي. تخيل لو يطيح العلم هذا. والله جينا بندخل المنطقة هذه أول شيء قابلنا الأمن ما قالنا شيء، قال انزلوا عادي ما في مشكلة بس لا تدخلون كاميرات. جينا بننزل قال لي لا 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 اصبر اصبر أنا قلت لكم صوروا من بعيد. طيب احنا قاعدين هني ننتظر سامي يكلم السكيورتي ورا. طبعا دائما يعيون. ها ممنوع التصوير هنا. تخسي والله العظيم. طيب المجهول جايبنا اكيد بوجه الموضوع، احنا ما لنا شغل. يقول اذا بكاميرا لازم تصريح، اذا بجوال عادي. قلت له بجوال بنصور سنابات. طيب خلاص اجل خلي الكاميرا صور بجوال. خلي جوال خلي الكاميرا. تغير كلام انا هنا خفت. اوكي ما في مشكله صور من بعيد. لا والله يا جماعه الخير قال لي بدران خلينا نوقف سياره بالموقف اللي جنبه هنا ونروح لمشي ونمشي للمكان هذاك فيا وندخل عند العلم. كنا خايفين من رجل الامن لانه يتابعنا وقالنا في المره الثانيه لا تدخلون. والله المهم دخلنا وقعدنا نبحث كل مكان ما حصلنا شوي الا يطب علينا حق الامن. اول ما طب علينا حق الامن قلت له بدران اجلس اجلس سوي نفسك مهبول وانا بسوي نفسي اني قاعد اصور. والله يجينا حق الامن قال انا مو قلت لكم لا تجون هنا. السلام ورحمة. يا ليل. طيب طيب مشينا. ما اسمع اخذنا صورتين هني بس اجل اخذنا صورتين احنا شايفين ناس. المهم استغربنا حنا وقلت يا ولد شكل الموضوع مو مكتوب اليوم. والله ونرجع لما السيارة وانا راجع لما السيارة لاحظت شخص كان يمشي قدامي بس ما فكرت فيه الا يوم وصلت الشقة. ليه اسامة قاعد تقول الكلام هذا؟ وش صار معاك؟ هل في شيء خلاك تقول الكلام ذا؟ يا جماعة الخير اول ما وصلت سيارة وجيت بركب السيارة صلت ظرف ملفوف ومقفل ومحطوط على القزازة ومصمغ زيادة، يعني مستحيل احد يسحب الظرف هذا. ومتأكد ان الظرف هذا ما كان موجود اول ما وصلت. لو ترجعون لبدايه المقطع ما كان موجود نهائيا على انه خرب علي القزازه نوعا ما. ايش اسوي؟ جماعه الخير جينا ركبنا السياره خلينا نشغل الان تونا راكبين الان شوف ايش حصلنا. 5 كيلو اساس. وضحت وضحت السالفه. السكيورتي تبعهم شكل السكيورتي هو اللي حطه. ملزقه. اي والله. شلون؟ الله اكبر والله اللي هني ملزقه يا ولد. شنو خطه؟
بس وضحت فيار. وش السكرتي والله شكله تبعهم. والله ما ادري. يلا لا مش عارف نفتحها بالفندق ولا هني. لا لا فندق وين ضاع. انا ارجع من الخارج هناك عشان افكر. المهم اخوكم بالله قرر اني افتح الظرف. افتح الظرف يا جماعه الخير. واللي صار داخل الظرف جواب.